خلينا نوضح للكسبه والعاملين باي طريقه، يعني هسه ببساطه انا الغايه ببساطه اليوم انا قاعد اخاطب كسبه بسطاء يعملون كل شيء، خلينا نقول عامل بناء او فرن صمون او قصاب او هذه هي الاعمال اليوميه خلينا نقول الخاصه. هذا شلون راح اقدر اضمن له الضمان الاجتماعي تحدثنا به؟ في البدايه احييك واحيي قناتكم الكريمه وضيفك الكريم على يعني على اهتمامكم بالقطاع الكادحين الذي سوف يكون مردوده ايجابي على سوق العمل في العراق، وبالتالي سوف يساهم في ازدهار البلد اقتصاديا. لكل دوله عندما توصف بالدوله العظمى لا توصف بالدوله الزراعيه او الدوله النفطيه، ولكن بالدوله الصناعيه. الاهتمام بالصناعه ضروري جدا وواجب وطني. وكيف يتم الاهتمام ذلك؟ من خلال تشريع قوانين تساعد على النهوض بالقطاع الخاص. تشريع هذا القانون سوف يساهم بالنهوض بالقطاع الخاص، ولكن ملاحظه مهمه، هذا القانون ليس يعني انه لجنه العمل البرلمانيه ساهمت باعداده وتشريعه، لكن هذا القانون من ايام دوله رئيس الوزراء احمد شاعر السوداني بدا الاعداد لهذا المشروع، ولكن شاهد النور على ضوء هذه على لجنه العمل البرلمانيه صدر من خلال صدروا تشريعا بوجود هذه البرلمان الحالي. فالاهتمام بهذا الشريعه مهم جدا. اما سؤالك كان كيفيه احتساب الراتب للعامل او الخدمه، هذا تسمى بالاعمال غير منتظمه. اعمال منتظمه هم يشتغلون في المعامل اللي تخضع لقوانين، ولكن الاعمال شغل العامل مثلا بالفن الصمون او سائق التاكسي تسمى بالاعمال غير منتظمه. يتم احتساب الراتب على اقل اجر، حدد اقل اجر هو 350,000 دينار، يستقطع من هذه 350,000 دينار، يعني هسه العامل ابو الفيلم من يروح مثلا يوميته 25 يحتسبوا له على 350,000، يعني يوم يشتغل يوم ما يشتغل استقطاعه، يتم استقطاع راتب على ضوء 350,000 دينار، استقطاع 5% على العامل و12% على رب العمل. مثلا عامل البسطيات، عمال البسطيات هذا هو رب العمل يعتبر. اعمال غير منتظمه يستقطع عنده 5% من راتب 350,000 الوزاره او النقابات او يعني وين يروح؟ الشخص عندما هو يودع هاي النقطة هو مسؤول عن نفسه، انما اما يراجع النقابات العماليه تضمن هذا العامل، واما مباشره الى وزاره العمل، ولكن اغلبهم سوف يتم مراجعه النقابات العماليه. راتبه 350,000 دينار يستقطع من عنده 17,500 بالشهر، هذا الضمان الاجتماعي مالته. اما الباقي ولازم 25%، اما الباقي فالدوله تتعهد بتسديد بدلا عن الاعمال غير منتظمه، اما الاعمال المنتظمه لا فتقع على عاتق اصحاب المعامل اللي يعملون فيها. لاي فتره السن القانوني؟ السن القانوني يبدا من سن العمل، هو حتى ال 15 سن العمل يعتبر. لا انا اقول مثلا يطلع تقاعد 63 يعني 63 هذا العامل بسيط. بالمناسبه اذا كان في البناء واذا كان في الخضروات واذا كان في البقاله او هاي التفاصيل بعمر 60